بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هتكلم مع حضراتكم عن كوكب اليابان، اللي الناس زي ما بتقول كده الحياة في اليابان شكل تاني خالص خالص عن العالم كله. بتعتبر اليابان من أقرب دول العالم، مش بس لأنها بتملك من التكنولوجيا المتقدمة أو عاداتها وتقاليدها الكثير يعني، لكن هي أغرب دول العالم بسبب أنماط الحياة في اليابان. بيقال إن الحياة في اليابان أو العيش يعني في اليابان بيشبه العيش في المستقبل، يعني المعيشة في اليابان كأن حضرتك عايش في المستقبل بعد 100 سنة أو أكتر، لعادات وتقاليد غريبة مش بنلاقيها بس غير في اليابان. يعني ممكن نشوف زي ما احنا شايفين كده مشجعين كرة القدم بينظفوا الاستاد بعد ما الماتش بيخلص قبل ما بيمشوا، شيء في منتهى الروعة ومنتهى الجمال مش بنشوفه غير في اليابان. كمان ممكن نشوف الشوارع زي ما حضراتكم شايفين في منتهى الزحام، وكل واحد عارف طريقه، كل واحد بيمشي بدون احتكاك بالتاني وبكل أدب وبكل احترام. الشوارع عندهم في منتهى الروعة ومنتهى الجمال، مفيش تعديات على أي حاجة، كل واحد عارف حدوده. الالتزام أهم سمة وأهم صفة من صفات اليابانيين. كمان الشوارع في منتهى النظافة ومنتهى الروعة، زائد الالتزام بكل شيء، ومفيش أساسا خرق لأي قيود ولا لأي قوانين. الشوارع زي ما احنا شايفين عاملة ازاي، الناس ماشية كل واحد في حاله ولا أي حاجة في أي حاجة. بيعلموا الأطفال حتى الصغيرين اللي احنا شايفينهم كده النظافة من صغرهم. طبعا بيطلع الطفل بعاداته بتقاليد جميلة لما يكبر، زي الأشخاص الذين اللي يعشقون شايفينهم تناول بيكون وجبات حاجة في مختلفة منتهى بنفس النظافة. الوجبة، أو تفضل تناول النكهات الغريبة، أو إذا تساءلت من قبل عما سيحدث إذا قمت بخلط وجبتين مختلفتين معا مثل الشيكولاتة والسمك، فإن اليابان إذن هي البلد الأمثل لك، لأنك ستجد العديد من المنتجات العالمية بنكهات مختلفة تماما والتي لم تجدها بأي مكان آخر بالعالم سوى في اليابان. تحتوي العديد من علب المشروبات الغازية بالجانب العلوي على كتابات منقوشة على طريقة برايل باسم المشروب، وذلك لكي يكون بإمكان فاقدي البصر معرفة أي مشروب سيحتسون. بالحديث عن المراحيض، تعتبر المراحيض اليابانية من أغرب المراحيض في العالم، فهناك بعض منها يحتوي على مياه دافئة ونظام شفاط تلقائي، بالإضافة إلى إصدار موسيقى للاسترخاء، بل وأيضا تضيء في الليل لكي لا يرتكب أحد أي خطأ. بإمكان المرأة ارتداء ما تشاء في الشارع وأن تسير بالشوارع بكل هدوء في أي ساعة من الليل، ولن يقلل أحد أبدا من احترامها، وأيضا بإمكان الجميع ارتداء ما يشاءون دون أن يضايقهم أحد. يتميز المواطنون بالمحافظات اليابانية بالأمانة لدرجة أنه يوجد العديد من المتاجر ومحطات الوقود الخالية من الموظفين، فقط كل ما عليك فعله بعد أن تشتري ما تشاء هو أن تقوم بجمع حساب ما قمت بشرائه ثم تترك المال بالصندوق. لا يسمح بالتدخين في الأماكن العامة، لكن يوجد أماكن مخصصة بالشوارع خاصة بالمدخنين. هناك احترام كبير تجاه قاعدة الالتزام بالصمت، ولهذا لا يسمح للناس بالحديث بهواتفهم أثناء تواجدهم بالأماكن العامة، فإذا أردت أن تجري أو تستقبل مكالمة فعليك الوقوف على أحد الطرقات الجانبية لكي لا تزعج أحدا. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.